السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 21 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. اليوم شنو عندنا؟ حنا باقين في لو تيم ديال ما غروند فامي، عائلتي الكبيرة. عندنا اكتيفيتي اورال، الأنشطة الشفوية. شنو عندنا في الأنشطة الشفوية؟ شنو الهدف ديال الدرس ديال اليوم؟ هو بريزونتي، أنك تقدم لي مومبر يعني أعضاء دو سا غروند فامي، لي مومبر يعني أعضاء ديال عائلتك الكبيرة. شنو هي العائلة الكبيرة؟ هي اللي فيها العم، الخال، العمة، الخالة، الجد، الجدة، إلى آخره. والآن هادوك سميتهم بنات الخال وبنات العم، كيتسماو لي كوزان اي لي كوزين. واضح؟ نشوفوا شنو عندنا هنا. كتلاحظوا هذا المشهد، هذه العائلة مجموعة، العائلة هي مجموعة، هذا غالبا هذا الجد والجدة، هنا كاين الأم، ثم كاين الأب، هنا كاين جوج أطفال. حنا نشوفوا غايقول لك مثلا كومبيان ياتيل دو بيرسوناج دون سيت إيماج، في هذه الصورة هذه شحال كاينة من شخصية. نبداو نحسبوا أون كالكول 1 2 3 4 5 6 7 8 كاينة 8 ديال الأشخاص. إذا أون فا دير إليا 8 بيرسون ولا 8 بيرسوناج اللي قلتي صحيح. واضح؟ او سو تروف تيل، فين كيتواجدوا هاد لي بيرسوناج؟ هنا او سو تروف تيل، سو تروف دون لو سالون دو لا ميزون. هنا راهم كيتواجدوا في الصالون ديال الدار. لاحظوا بان الجد هو متكي وداير مانطا عليه، غالبا الجد مريض، غالبا لو بير اي مالاد. واضح؟ هنا كو فون تيل، شنو كيديروا؟ هما جالسين شنو كيديروا؟ il parle، كيبان بانهم كيهضروا بيناتهم. il parle، واضح؟ غنشوفوا دابا لو ديالوغ اللي عندنا هنا، الحوار ونشرحوه ومن بعد ندوزوا الاسئله ديال الفهم. منال اي ايمان، هذا هما البنيات بجوج، منال و ايمان. entre ensemble au salon، دخلوا بجوج بهم مجموعين. entre دخلوا، ensemble مجموعين، au salon يعني في الصالون هذا دخلوا ليه بجوج بهم. و اي ريوني، البلاصه و يعني المكان اللي مجموعين فيه لا فامي، مجموعين فيه العائله ديال منال. اوتور دايرا، باش دايرا اوتور دو غون بير مالاد، دايرا بهاد جدهم المريض. اذا العائله ديال منال كلهم مجموعين في الصالون، دايرا بهاد الجد المريض، والناس كيزوروه. هنا ايمان غالبا جات تزور الجد ديال منال. واضح؟ منال او مومبر دو سا فامي، منال ملي دخلت مع صاحبتها شنو طلت في العائله ديالها، يعني الاعضاء لي مومبر هما الاعضاء ديال العائله، طلت فيهم وقالت لهم بونجور، بونجور يوم سعيد، جو فو بريزونت، اقدم لكم ما شير امي ايمان، صديقتي العزيزه. امي هي صديقه العزيزه، ما شير عزيزه هي ايمان. واضح؟ قالت لهم انا كان جيت نقدم لكم صديقتي العزيزه ايمان، هي صاحبتي ايمان. الفيان جات تزور جدي. الفيان روندر فيزيت ا مون غران بير، جات تزور الجد ديالي. لاتي فاش نو قالت لها سي تري جونتي دو تا بار. لاتي فا كتقول دابا المنال الايمان، عفوا قالت الايمان اللي جات تزور، قالت لها هادشي انت زعما هادشي درتيه زوين، بارك الله فيك، راه زعما هادشي لطيف من جهتك، هادشي لطيف، هادشي اللي انك جيتي تزوري الجد ديال صاحبتك، سي تري جونتي، هذا لطيف لطف منك، بحالك تقول هذا لطف منك. منال ا ايمان، منال قالت الايمان فواسي مون بير نبيل، قالت لها ها هو با نبيل. ما مير لاتيفا اللي قالت لها سي تري جونتي، وهي ماما لاتيفا. مون فخير عمر، او خويا عمر، هي ماما لاتيفا خويا عمر. ما تونت نجات، خالتي نجات. مون غران بير محمد، وجدي محمد، وجداتي نعيمه. اي ما غران مير نعيمه. إيمان شنو قالت؟ Je suis très heureuse، أنا سعيدة جدا، de vous connaître، سعيدة بزاف اللي تعرفت عليكم.
يعني أنا سعيدة أنني تعرفت عليكم اليوم. واضح، نعاود لو ديالوغ، نعاود الحوار. هنا الراوي اش كيقولنا؟ كيقولنا منال وإيمان راه جاوا مجموعين دخلوا للصالون فيما مجموعة العائلة ديال منال، وهاد العائلة ديال منال دايرين بجدهم المريض. منال وإيمان entrent ensemble le salon où est réunie la famille de Manal autour du grand-père malade. منال شنو قالت لعائلتها؟ قالت لهم زعما انا رجعت صاحبتي تشوف جدي، طلع على جدي. منال او مامور دو سا فامي، منال كتقول لاعضاء العائله ديالها بونجور. بونجور يعني يوم سعيد. انا كاين اللي بعض المرات كيديرها حتى في عشيه كيقول لك بونجور، تقول له لا راه ماشي الصباح، لا بونجور راه لو جور كامل، يعني النهار كامل يوم سعيد. بونجور، جو فو بريزونت يعني اقدم لكم ma chère amie, صديقتي العزيزة إيمان. ma chère amie إيمان elle vient rendre visite à mon grand-père. لاحظوا واحد المسألة، من كنقولوا مثلا جو فيزيت رباط، أنا أزور مدينة رباط، يعني مشيت لمدينة رباط، ولكن إلا بغيتي تقول لشي شخص نمشي نزور شي شخص خصك تقول rendre visite، فهمت؟ الشخص ما كنقولوش جو فيزيت، كنقولو جو رون فيزيت، واضح؟ عقلوا عليها مزيان. elle vient rendre visite à mon grand-père. Latifa شنو قالت؟ C'est très gentil. Latifa, il y a le mot. Latifa, c'est très gentil de ta part. Un chilot fmink. Manal a iman. Ou manal a drat d'abama iman. Je nous gâte là. Voici mon grand-père Nabil. Voici mon père Nabil. Ah ouais, baba Nabil. Ma mère Latifa. Mon frère Omar. Latifa, il y a le rhabit bien. Gâte là, a drat fmink. Mon frère Omar. Ma tante Najat. Mon grand-père Mohamed. Et ma grand-mère Naïma. Iman Gatlam, je suis très heureuse de vous connaître. Voilà, d'abord, on va parler de la Manal et Iman entrent ensemble au salon où est réunie la famille de Manal autour du grand-père malade. Manal aux membres de sa famille. Bonjour, je vous présente ma chère amie Iman. Elle vient rendre visite à mon grand-père. Latifa, c'est très gentil de ta part. Manal à Iman. Voici mon père Nabil, ma mère Latifa, mon frère Omar, ma tante Najat, mon grand-père Mohamed et ma grand-mère Naïma. Iman, je suis très heureuse de vous connaître. واضح. وهكا كملنا هاد لي زاكتيفيتي اورال اللي عندنا في الصفحه 21 الى اللي